أنا اسمي أحمد منصور الزهري، أنا أستاذ ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، ومؤسس مركز المعلوماتية الحيوية جامعة الزقازيق تحت الإنشاء، وكمان مؤسس وحدة التدريب للمعلوماتية الحيوية والجينومية، وإن شاء الله قريبا بإذن الله بنعمل الجمعية المصرية للمعلوماتية الحيوية في مصر. من 2011 وإحنا مهتمين بنشر مجال البايو انفورماتكس في مصر عن طريق الدورات وعن طريق التعاون والأبحاث والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وعن طريق عمل الاشتراك في المؤتمرات المحليه والعالميه في البيئه في المركز. في نفس الوقت احنا عشان التعاون الدولي احنا المركز الوحيد المعتمد دوليا في تدريب المعلوماتيه الحيويه على مستوى افريقيا مع الدول الاخرى. طبعا كل واحد فينا او كل دوله فيها مكان او جامعه معتمده ومركز تدريب، فمركز اللي موجود في الزقازيق هو المركز المعتمد في جمهوريه مصر العربيه. انا مهتم بالبايو انفورماتكس واتمنى ان احنا ننشره في مصر لاهميته في المجالات البيولوجيه وبشكل عام وفي البرمجه، ونحاول نشره في الجامعات وبين الطلاب وبين الباحثين عشان يستخدموه في ابحاثهم، لان ده هيسري الابحاث بشكل كبير جدا ويخلينا ننتقل للمرحله مراحل العالميه باذن الله تعالى. بالنسبه للتنظيم الحقيقه النهارده انا شاركت في مع البايو تيم في الكونفرنس، اول مره اشترك معاهم، شباب واعد جدا منتهى الذكاء ومنتهى التنظيم اللي بيعملوه. انا حضرت مؤتمرات عالميه على نفس المستوى الحقيقه، الشباب دول هيبقى لهم مستقبل في تنظيم المؤتمرات في مصر، وان شاء الله انا اتمنى ان احنا احضر معاهم تاني وتالت ونحاول ان ننقل الافكار بشكل اكبر ونساعدهم في ان هم يكملوا هذه المهمه الشاقه اللي هي تنظيم المؤتمرات العلميه ونشر العلم بشكل عام. انا بتمنى لهم التوفيق، وباذن الله تعالى مؤتمر موفق يفيد الناس كلها، نطلع منه بثمره كبيره لينا ولمصر باذن الله تعالى، وربنا يوفقهم. واحنا في مركز الهندسه الروسيه في جامعه الزقازيق وحده التدريب والجمعيه المصريه للمعلوماتيه الحيويه دائما تحت امركم في عمل المؤتمرات او تنظيمها او مساعدتكم في اي محاضرات والاشتراك مع بايو تيم ان شاء الله. شكرا جدا.